شو بدك ابو صخر؟ شوفت عينا ابو صخر، اخذ الشيطان وخذ رجالك واطلعوا من الحاره. اسمعوا يا اهل حاره القصب، يا بتسلمونا صياح يا ما راح يحصلكم طيه. وشو بدك من صياح؟ شو عامل لك؟ اوص ابني واخذوا غدر. كلامك مردود عليك يا ابو صخر، انا ما اوصت حدا وهذا الحكي كله علاك بعلاك. انت واحد كذاب، يا بتسلمنا حالك هلا وبالحال يا اما رح تربي الحاره على روسكم كلها. مو نحن اللي منسلم رجالنا يا ابو صخر. بدك تسلمه غصبا عنك وعن اكبر راس بحارتك. يا عيب الشوم عليك، لك هاجمين علينا وبسلاح كمان. ايه بسلاح جاي على حارتكم لحط روسكم تحت الصرامي، اكبر راس فيكم تحت الصرامي. لخصيت لك ابو صخر، طول عمره حارة القصب راسه مرفوع. اسحاق يا سيدي. ما رح نسوي شيء؟ ما رح نروح؟ لا، ما بدنا نروح. اتريك هدول جماعة حارة القصب ياكلوا قتل ليوم القتل، يتنهنهوا نهنها. حاجة كل واحد نافش حاله علينا مثل الديك الحبش. حاجة بلكي هيك كمان الله يبعث له لهذا اللي اسمه أبو جميل منجل بجندله وبيوصلنا خبره. إيه بس يا سيدي، هوم جوز يصير في دم كتير. لك يصير شو ما يصير، بس يتنهنهوا الطرفين وتخلص الخناقة
منروح نحن على البارد المستريح ومنحقق فيها، بلكي منخلص لنا من كام كديش من الطرفين. قولوا شغلك. اسمعوا يا اهل حارة القصر، يلي صار فيكن اليوم فركة إذن، وش كان المرة الجاية بيرتفع راسكن راح ندوسوا. مو بس ندوسوا، قبوركن راح تكون تحت رجلينا. اسمع يا ابو صخر. احكي يا صغير. هالمرة اخذتونا غدر، المرة الجاية بنص حارتك. ناطرينا جايلك. الله حي رجال. وراي. الله حي. الله حي. سيارة. الله لا يوفقه. الله ساعدوني يا شباب، ساعدوني ساعدوني يا شباب. صافي افتح الباب يا حرمة، افتح الباب وخذي طريق. خير شو في ابن عمي؟ معي سياح مجروح بالصاوب. لك افتح الباب. ولي هلا عمتي ان شاء الله. يلا يلا. ايوه ايوه ايوه. يا الله يا الله يا الله يا الله. فوتوا ابي، فوتوا فوتوا. الله يرضى عليكم. فوتوا. يا مو جميل يبعث لي حمى ان شاء الله. الله يكسر ايديه. يا علي الله يشفيهم يا رب. يا رب حمى. اقعد اقعد ابن عمي. ليش ما ضليت عند عمي بالدكان لشان يشوف لك الجرح؟ الله يكون بعونه. ولي شو بده يلحق لا يلحق. جرحي هذا مو شيء قدام جروح شباب الحاره. لهالدرجه كانت الخناقه كبيره؟ كتار اللي تأذوا لك ابني؟ ايه والله يا يامو، فاتوا علينا فوت كبيره، فاتوا علينا بسلاح يا امو. بسلاح؟ يعني في قتله؟ لا لا الحمد لله ما صار في قتله. سلامة قلبك يا اخي. خدي مرتخي. الله يسلمك يا اخي. الله لا يوفقهم يا حق. عنك ابن عمي بعد. اخاف اخاف عم اهلك عم اهلك. شوي شوي مرتخي شوي شوي. ما تواخذني تقبرني عم اهلك. بعت لي حم عليك. ولي يا ريت راسي ولا راسك يا حق. سلام. الله يشيل ايديه هون يا امي ويكسرها يا رب. اي والله كلوات اللي حشت لهم شيء اكل ضرب براسه شيء بكفه. نعره كندرجيه على نعره جبريه، علي انفزرت بطت رجله على ايده، وهذا غير اللي تكسر تاكسي. ابو عامر صياح اكل نصيبه. ايه لك صياح اكل من ابو صخر على كيف كيفك، حتى ابو عامر لحقه. يضحك تقبر قلبي. الله لا يحرمني الضحكه يا سيدي. ضحك. المهم انه ابو صخر قدر يعلم على رجال حاره القصب ويعمل لهم قتله بنص الحاره، هذا المهم. اي والله يا مظهر بيك، واللي فلجن لرجال الحاره هو السلاح اللي كان مع رجال ابو صخر. سلاح؟ ليش كان معه سلاح؟ شو بدي اقول لك؟ لاقول لك يا مظهر بيك، رجال مطوقين كل الحاره وحاملين بوريدهم وموجهين لوين؟ على رجال حارتنا. هذا اللي خلى رجال حارتنا يخافوا وياكلوا قتله تحت تهديد السلاح. ايوه. وهذول الجماعه رجال ابو صخر؟ والله ما بظن يا مظهر بيك، لانه كانوا ولاد تنين ما حدا عرف منهم حدا، مو مبين غير عيونه. سلاح بدون سلاح، المهم انه كباريه الحاره تعلم عليهم وانكسرت شوكته واكلوا قتله حشك لك، وهذا اللي انا بدي اياه. ايه والله تعلم عليهم وانكسرت شوكتهم، لك مالهم عيني يطلعوا ببعض من الزل اللي زلهم يا ابو صخر. بس انا لازم اعرف هالسلاح منين، وهدول الجماعه اللي كانوا مع ابو صخر مين هدول؟ لازم اعرف. وانا رح احاول اعرف لك مصار بيه. سلاح لك. ايوه مع
معافى ابو عامر. الله يعافيك الله يخليك. هيك ابو عامر بدي لك شغله. ايه. هذا الجرح ما بدك تقرب عليه المي، وبعدين انا راح اظبط لك دواء وابعث لك اياه على البيت. ابو عامر جرحك مو سهل بنوب. ها الجرح اللي بقلبي يا ابو جميل اصعب من الجرح اللي صار معنا اليوم. ان شاء الله بترد لهم اياه يا ابو عامر ان شاء الله باذن الله. يا سيدي ارتاح بالبيت. عليكم العافيه. عافا عافا ابو عامر عافا. يا سيدي وانت فرجينا شو بجرحك. ان شاء الله ابو غني. لا الحمد لله مو غني مو غني. يا لي هاي المعقم وهاي القطنه ضيفه. هات شوفها. عطرك يا شام حبي عطر قلبي.